عليكم خواتي عسيك ديري، لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. اليوم البنات غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي كنطلبات عليا واحد البنت شحال هذه، وهي مسكينه كتكتب لي في التعاليق كتقول لي عافاك بغيت شي وصفه اللي كتبيض الرقبه اللي كتبيض العنق. بقات لي هذيك التصبغات ديال الشمس وديال البحر بقاو لها هنايا في العنق ديالها، وقالت لي بغيت شي وصفه اللي تكون زوينه. المهم اليوم غنعطيكم واحد الوصفه اللي كتبيض هذه البلاصه ديال العنق، ديك الكحوليه اللي كتكون عندنا مثلا كديري شي سلسله ديال بلاكيور ولا ديك الكحوليه ديال الشمس ولا ديال البحر كتبقى شاده لك هنايا. كنشوف انا بعض البنات اولا بعض العيالات كتكون هذه البلاصه عندهم، واخا كتكون السيده بيضاء كتكون عندها هذه البلاصه كتكون فيها الزروقيه. المهم اليوم غنعطيكم وصفه ان شاء الله اللي من اول مره غتبان لك النتيجه، ولكن تبعي الطريقه اللي غادي نقول لك والمكونات راهم مصاوب ديال هذه الوصفه هذه. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ما تنساونيش خواتاتي من الدعم ديالكم من اللايك باش تدعموا الفيديو ان شاء الله يبان للناس اخرين، ومن التعليق ديالكم الزوينه ومن البارطاج. المهم يلا نمشيو دابا نشوفوا الوصفه وعاد غادي نشرح لكم الطريقه ديالها، يلا خليكم معايا. المهم هنايا خواتاتي اشنو غادي نحتاج لهذه الوصفه؟ اول حاجه اول مكون غادي نحتاج العكر الفاسي. العكر الفاسي اللي تيكون حر كيكون زوين، غنوريكم العكر الفاسي اللي كندير انايا اللي كيكون بحال ما كتيكون تيبري، هذا راه هو العكر الفاسي الحر. كاين العكر الفاسي في انواع، ولكن هذا النوع هذا زوين بزاف. هانتوما كيكون بحال ما كيبري كيكون بحال الوريقات مطحونين، هذا العكر الفاسي زوين البنات. انا هذه الوصفه هذه راه كنطالبها ليا البنت شحال هذه في التعليق، وكنقول لها واخا واخا باش تنجيب العكر الفاسي. هانتوما ها هو العكر الفاسي كيلصق، يعني واخا توصلي يدك ملي كدير ليه بحال هكا وكيطلق ديك الحموريه، واخا كتغسلي يديك راه تتبقى هاد الحموريه هادي بحال ملي كديري بحال هكا في وجهك في حنيكاتك ولا سميتو راه كيبقى بحال هكا، كيبقى عاطي داك اللوين زوين بزاف بزاف. هذاك هو هذا هو العكر الفاسي الزوين. شفتو شو كيدير؟ انا غادي نزيد ندير شويه مازال باش يبان لكم مزيان. هانتوما شتو البنات؟ هذا عكر الفاسي، غير هاد الشويه هذا راه خديتو بعشرة دراهم. هذا راه العكر الفاسي داك الحر الزوين. شتو؟ المهم اول مكون اللي هو العكر الفاسي. عندي هنايا الحنه، هاد الحنه طحنتها على يدي، كنجيبها ورق وكنقيها وكنشمشها وكنطحن على يدي وكنغربلها صافي. وعندي الحامض، يعني هاد الوصفه فيها ثلاثه ديال المكونات، عندي العكر الفاسي والحامض والحنه. هاد الوصفه البنات تقدروا ديروها لاي منطقه عندكم فيها الزروقيه وداكشي تقدروا ديروها لها. المهم كناخذ انا غناخذ غير القياس، غادي غير نوريكم الطريقه لحقاش انا ما غاديش يعني ما نحتاجهاش بزاف. راكم شفتوا العنق ديالي انا الحمد لله ابيض مع كندير التبريمات وداكشي. هنايا حيت واحد المره كنت واحد السلسله ديال البلاكيور درتها وبقات لي في العنق ديالي بقى لي ازرق، ودرت هاد الوصفه هذه الحمد لله عطاتني نتيجه زوينه صافي. هنايا غادي درت هنايا واحد المعلقه ديال الحنه. المهم انت كديري جوج معالق ولا ثلاثه اللي بغيتي، القياس اللي غادي ديري مثلا المرافق ديالك العنق ديالك على حسب اللي بغيتي صافي. هنايا درت معلقه صغيره ديال الحنه، وغادي ندير معاها واحد تقريبا واحد نص معلقه ديال العكر الفاسي. شفتو العكر الفاسي؟ وغادي نزيد، غادي نجيب واحد سميتو باش غادي نقطع الحامض. غادي ناخذ الحامض حتى هو غادي ناخذ منه واحد شويه ياك البنات، حيد لي هذا الزريعه ديالو. غادي ناخذ شي شويه ديال الحامض بحال هكا، غير شي شويه ديال الحامض صافي، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الحامض. وغادي نبدا نخلطها بالماء، ديرو غير الماء بارد صافي. بحال هكا كنبدا نخلط غير القياس بشويه بشويه حتى كن حتى كتولي عندي الخليط بحال الحنه اللي كنديرو كنكشو بها يدينا، لحقاش الطريقه هي المهمه اللي غادي نوريكم كيفاش غادي ديرو لها صافي. بحال هكا كنبقى نخويط الماء بشويه بشويه حتى غادي نخلط كما قلت لكم بحال الخليط ديال الحنه ديال النقيش اللي كنكشو بها اليدين ديالنا ورجلين صافي. بحال هكا نخلط مزيان مزيان حتى كينسجم ليا ديك الحنه مع داك ديك الحنه مع داك العكر الفاسي، وما تقاوش المخوه غير بشويه باش ما كتجراش ليكم عاوتاني الحنه بزاف صافي. بحال هكا يعني القياس اللي كنديرو به الحنه اللي يدينا. هانتوما البنات شفتو
صافي دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير ليها والوقت اللي كنخليها وكلشي. بحال هكا كتخلطوها مزيان 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 حتى داك العكر الفاسي كيذوب كيذوب ما كيبقاش لحقاش يكون بحال شكل الوريقات مطحون. بغيتو تخلطوه بالماء تعصر عليه شويه الحامض والماء وتخليوه حتى يذوب شويه عاد تخلطوه مع الحنه اللي بغيتو. شفتو الطريقه اللي قلت لكم كتجي اسهل ملي كتشدو شويه ديال العكر الفاسي وكتخوي عليه واحد شويه ديال الماء وهذوك المعلقه ديال الحامض داك العصير الحامض دغيا تيذوب وكتزيدو عليه الحنه. صافي ياس انتما شفتو معايا الوصفه فيها ثلاثه ديال المكونات. صافي الحنه والعكر الفاسي وشي شويه ديال الحامض كنديروها بحال ما هكايا بحال هانتوما شفتو بحال غادي نقشو بها بحال الحنه ديال النقيش. شفتو غنوريكم الطريقه البنات. انا غاد العم ديالي راه انتما كما كتشوفو نقي ما فيه حتى شي حاجه ولكن غادي نوريكم وغادي نقول لكم الطريقه اللي غادي ديرو. كتشدي اختي بحال هكا هاد الخلطه هادي وكديريها انا غادي نديرها نيت معاكم كديريها لهنايا البلاصه اللي عندك حلى العمق ديالك كامل كديريها من هنا حتى لهنايا كديريها العمق ديالك كامل باش كتوحد لك اللون ياك بحال غادي تنقشي يعني بحال هكا بحال كديري مثلا كديري يديك بحال هكا الحنه كتبقاي كديري بحال ما هكا الحنه بحال اللي كنحنيو عادي يعني الحنه اللي كنحنيو عادي بحال ما هكايا ياك غا كديري الطبقه اللي ما تكونش غليظه بزاف باش دغيا كتنشف بحال هكا. شفتو كديريها في العمق ديالك بحال هكا كتبقاي حتى كديري العمق ديالك كامل. انا باش ما نعمرش الطريكو عزيز عليا باش ما نعمرش بالحنه غادي ندير غير بلايصه زعما بلايصه صغيره وصافي بحال هكا كديريها العمق ديالك بحال كتحني يديك ورجليك بحال هاد الطريقه هادي. شفتو صافي وكتخليها حتى كتنشف كديرها في العمق ديالك كامل وكتخليها حتى كتنشف يعني بحال كتنشف لك الحنه ولا النقش ناقش يديك وكتسنيه حتى كينشف بحال ما هكاك كديريها وكتسقي الدوري وتقدي شغلك الا باغا تقدي شي حاجه وكتخليها حتى المهم كديري العمق ديالك من اللور ومن هنايا وكلو كدور على العمق ديالك كامل كتكوني لابسه اي شي حاجه قديمه ولا شي حاجه خفيفه صافي وكتخليها حتى كتنشف. ملي كتنشف كتنشف لينا الحنه النقش كينشف لينا في يدينا وكديري لها بحال ما هكا كتقوميها كتحس حسيها كتحيديها بحال هكاك ما تغسليهاش كتحس حتى من العنق ديالك كامل ملي كتكرم ليك كتحيديها بحال ما هكا كتبقاي ديري كتديري بحال الكوماج وكتحيديها غير بيدك وما كتغسلي ما والو. وعاد عاوتاني غد الليل كتخلطي عاوتاني شي شويه ديال الحنه وديال هذاك العكر الفاسي والحامض وعاود كديريها ثاني العنق ديالك كامل وكتخليها حتى كتنشف وكتحط حتى بيدك كديري بحال شكل القماش كما قلت لك وكتحيديها وعاوتاني نهار الثالث كديري نفس الوصفه ونفس الطريقه ونفس كلشي ثلاث ايام المده ديال ثلاث ايام ما كتغسلي ما كدوشي ما حتى شي حاجه. نهار الرابع كتمشي للحمام الحمام ديال الزنقه ولا الحمام ديال الدار ولا اللي بغيتي وكديري الصابون البلدي كتشدي الصابون البلدي الصابون البلدي راه كلشي تيعرفو كدهني العنق ديالك كامل والجسم ديالك طبيعي الحال انت راه تعومي كامله وكدهني العنق ديالك وكتخليه واحد جوج دقائق والصابون البلدي كاين في العنق ديالك لحقاش غادي يقدر مع ديك الحموريه وديك ديك الحموريه ديال العكر الفاسي وديك الصفوريه ديال الحنه واخا غادي يولي لك العنق ديالك كله احمر وداك بالحنه ماشي مشكل هذاك الشيء كله غادي يرجع لك بيوضيه وغادي يوحد لك اللون ديالك ياك البنات. المهم البنات كما قلت لكم هذيك الحموريه ديال العكر الفاسي ديال الحنه اللي كتولي في العمق ديالك هذيك راه كترجع لك بالبيوضيه وكتوحد لك اللون وكترجع لك العمق ديالك هكا كيشعل. حتى الى عندك الكحوليه هنايا في المرافق ولا في الركبه ديريها وحتى التبريمات راه زوينين التبريمات اللي حاطه لكم في القناه حتى هما راه واعري راه جربوهم البنات وكنشكرهم بزاف وكتبوا لي في التعاليق وقالوا لي التبريمات اللي كتعطينا واعرين الله يعطيك الصحه وكاين اللي كتقول لي راه درتها وعجبتني بزاف وشكرا لكم بزاف حقاش ملي كتجربوا شي وصفه ديالي وكتكتبوا لي في التعاليق كنفرح وكنتشجع وكنصور لكم فيديوهات كنحيد عليا العجز وكنوض يا اختي كنصور لكم فيديوهات وكنشاركهم معكم. المهم صافي وكديري يا اختي ملي كديري الصابون البلدي كتشلي وكتديري الكيس ديال الحكان وكتبقاي كتحكي غير بشويه حقاش هاد البلاصه عندنا ديال العنق راه تكون رطبه كتحكي وداكشي كيبدا تبارك الله داك الوسخه فحشاكم كلها كتحيد وديك الجلده اللي كتكون ديك الجلده اللي عندنا كتكون عندنا كحله راه كلها تتحيد كتعتي راه من العومه الاولى غادي يبان لك الفرق
غتبان لك النتيجه من اول استعمال. ويلا دنس واحد الاسبوع عاوتاني وعاودتيها وتشوفي يا اختي غتحيد لك ديك الزروقيه والكحوليه وديك الخلايا الميته وديك الزروقيه ديال البحر وديال الشمس وكلشي غادي يتحيد وغيرجع لك العنيك ديالك هكا كما كان ولا احسن كاع من اللي كان. المهم خواتاتي هاد الوصفه راه زوينه بزاف وهذه راه تقدروا ديروها للجسم ديالكم كامل لحقاش فيها مكونات اللي زوينين الحنه والعكر الفاسي والحامض. واللي عندها حساسيه من الحامض ما بغاش دير الحامض يمكن ليها دير المورد يمكن ليها تعوضها بالمورد ديال الجميل ديال قلعه مكونه اللي دائما تشارك معكم راه زوين بزاف بزاف. صافي خواتاتي كديروها للبلاصه اللي عندكم كحله هنايا في الرقابه كما قلت لكم الجسم ديالكم كامل وكتتبعوا المده ديال 3 ايام وما كتغسلوهاش وكتمشيو للحمام كدهنوا بالصابون البلدي وكتشلي يا اختي وكتحكي وتشوفي كيفاش غادي تخرجي تخرجي هكا كديري العمق ديالك غيولي بحال الشميعه وبحال البيضه المنقيه. وجربيها وغتكتب ليا في الكومونتير ان شاء الله وغتقول ليا شكرا ليك والله يرحم لك الوالدين. المهم خواتاتي هادشي اللي كاين هاد الوصفه هادي راه شحال هادي كتبغى نصورها لكم لحقاش هاد البنت طلبتني عليها شحال هادي مسكينه وكنقول لها واخا واخا شحال هادي وانا بغى نصورها لكم. والعكر الفاسي ما كانش عندي حتى جبته عاد قلت ضروري خصني نصورها باش تشوف هذيك البنت وحتى البنات حتى هما يستافدوا. المهم خواتاتي هادشي اللي كاين ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وراني موعدكم الصباغ ديال الشعر غدا ديال اليوم ان شاء الله نصبغ شعري وغادي نشاركها معكم الصباغ ديال الشعر طبيعي وزوينه بزاف. يلا خواتاتي خليتكم على خير نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وكما قلت لكم ما تنساونيش من اللايك ومن الدعم ديالكم.